الاشخاص غادي يصادفوا فيه السي عبد الحق المدير، هو واحد من ابناء السي حاج المدير. حاج المدير اللي معروف على الصعيد الرياضي والسياسي ليس فقط في مدينه الدار البيضاء ولكن على الصعيد الوطني. احنا الان في ملعب نجم الشباب اللي ولا اصبح يحمل اسم السي الحاج المدير. سي عبد الحق مرحبا بك. كنشكر قناه انفاس على هذا الاستضافه اللي جا، ومرحبا بنا هنا في مركب الحاج محمد المدير. بدايه سي عبد الحق، ما كنرش حدثنا على المسار الرياضي ديال الاب ديالك اللي هو الحاج المدير. الحاج محمد المدير شخصيه اللي من مواليد 1935 بالدار البيضاء في حي درب غلف. الحاج المدير كبداية المشوار ديالو كان يعني غنقول لك على المسار الرياضي، يعني ك من ابناء ديال نجم الشباب اللي لعب من منذ الصغر ديالو في نجم الشباب، ولعب يعني في قسم لا من فيتيان ومن سميتو من الفيتيان، بعدا باش نقول لك من الفيتيان طلع القسم الاول باش لعب فيه. لعب في القسم الاول ديال نجم الشباب انذاك اللي باش فازوا بالبطوله ديال 58-57 مع لاعبين كبار كمثل الحرشاوي، حسن طوطو، يعني محجوب، خليل، بابا، لاعبين كانوا مرموقين في نجم الشباب. وانا ذاك فاش شدوا البطوله ديال 58-59 الحاج مدير كمقاوم داز في المقاومه، يعني المقاومه اللي خدا فيها باع طويل اللي في المقاومه، يعني هذا المسار ديالو ديال المقاومه. قال الحاج مدير كيمارس الرياضه، ويعني في العمل ديالو اللي كان في التعليم، رجل تعليم اللي داز، يعني رجل تعليم بدرجه ممتازه، يعني انسان اللي دوز الاداره بكاملها، رجل سياسه. سي عبد الحق، الحاج المدير تعرف اكثر في المجال العاب القوى اكثر من كره القدم، علاش؟ فعلا الحاج المدير، يعني الحاج المدير كرجل رياضي، يعني كان جميع كان رجل ديال الرياضه، يعني جا كان عندنا فرع ديال العاب القوى، خدا الرئاسه ديالو ديك الساعه ديال فرع العاب القوى، يعني والناس الفروق ديال العاب القوى جاو عند الحاج وقالوا لي خصك باش تعاوننا ودي انت كرجل رياضي وكرجل سياسي، كتعرف الرياضه مع السياسه مع هذا، كيكون رجل محنك عارف اش كيدير. يعني خدا العاب القوى على العاتق ديالو، داز في عصبه الشاويه انذاك ديال العاب القوى كرئيس الشاويه، من بعد خدا الرئاسه ديال الجامعه ديال العاب القوى، والحمد لله توفق في المجال ديال في العاب القوى، والحمد لله كانت الفتره الذهبيه. هو الحاج ندير عصر الجيل الذهبي لالعاب القوى اللي عرف نوال المتوكل عويطا، تحدثنا على المرحله هذه. الجيل الذهبي الحمد لله اللي كان ديك الساعة فوز ديال نوال وعويطة واللهبي والسكاح، يعني جميع كانوا أعداء انكسار، يعني وكان مارس بقى كيمارس كرئيس ألعاب القوى، ودخل الكونفدرالية ديال ألعاب القوى، كان نائب رئيس ديال الجامعة ديال إفريقيا ديال الكونفدرالية الإفريقية ديال ألعاب القوى، يعني كان كيمارس كرئيس ديال ألعاب القوى، بقى ديك الساعة تسع سنوات أو هذا كان مارسها، وكان الحمد لله توفق فيها وكان سميتو. بأنك أنت الولد القريب للحاج المدير، فين كانت القراحة ديالو؟ واش في ألعاب القوى ولا في كرة القدم؟ بالعكس، كان في كرة القدم كان أكثر من ألعاب القوى.
كان يعني انا يعني ملي تعطاتني الرئاسه ديال نجم الشباب كان يوميا معايا وكيواكبني كيوريني اش ما خصني ندير اش ما خصنيش ندير. يعني عنده ما عندوش الخيار. ولكن باش نقول لك نجم الشباب في العروق ديالو في الدم ديالو شي بعض الخطرات كن انا كنتقلق كنقول يا سي الحاج الله يجزيك بخير لا عفيني من المهام ديال نجم الشباب. كيقول لي شوف اولدي كاين عندك جوج حوايج بغيتي السخط او الرضا. لا بغيتي الرضا ديالي هو تبقى في نجم الشباب. نجم الشباب قال لي طرحنا عنا فيها وكانوا فيها رجالات اللي كيديروا معنا فيها وتحنا خصنا نبقاو كنقاوموا في نجم الشباب حتى لاخر نفس. يعني كان عنده هو اهتمام بنجم الشباب اكثر من اي حاجه. نجم الشباب عنده في الدم ديالو يعني ونجم الشباب داكشي اللي عمل في نجم الشباب الحمد لله بالفضل ديالو بالفضل ديال الله سبحانه. يعني نجم الشباب ها هي في واحد الحله يعني مزيانه راك غادي تشوف البنيه التحتيه وقف كل شيء عليه هو الحمد لله حتى الاخر. قلتي بان نجم الشباب في العروق ديال الاب ديالك الحاج نودير رحمه الله عليه ولكن ربما غيكون عنده ميول لاحد الفرق البيضاويه الرجاء الوداد ولا الطاس ولا هذا. هو شوف هو الحاج كانت عنده واحد الميزه كيجيو عنده الناس كيسولوه على هذا يقول لي واش الحاج رجاوي ولا ودادي كيقول لهم انا اطوالي. يعني نجم الشباب كانت كتنافس مع 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 الرجاء والوداد كيقول لهم انا ما يمكنش ليا الفريق ما عندوش. ولكن هو صديق الفريقين يعني الا جاوا الوداد معاهم جاوا الرجاء معاهم وبالعكس. ونحن باقي حتى انا عبد ربي يعني عندي ما عنديش ميول لا الرجاء ولا الوداد ولكن كنتعامل معاهم بجوج فرق يعني وهما مجاوريني اي حاجه انا معاهم ومع الوداد كذلك الحاج هذا هو اللي كان سميتو كان كيمنيهم بجوج. الحاج مدير سياسيا كان عضو في مجلس المدينه قبل كان عضو في المجموعه الحضاريه يعني كان رجل السياسه الى جانب الرياضه. انتم كالابناء ديالو كيفاش كنتوا تعيشوا مع هذه اللحظات السياسيه؟ الحاج كرجل سياسه يعني منذ مني بدات في 76 مني بداو الجماعات المحليه والحاج كان منتخب من انذاك حتى الاخر ديالو اخر هو 2015 اللي ما ترشحش ما بغى قال لي صافي ولدي عييت غادي يكون نتقدم انا بلاصتو. يعني انا واخد الاسم ديالو مشعل ديالو الحمد لله. الحاج كان متوفق كثير في في في, في السياسه ديالو. يعني الحاج كان ديال الجميع ما كيخلطش ما بين هذا اللون ولا بين هذا اللون. اي انسان جاي عنده كيمشيتو كيقول لي شوف غادي تمشي معايا تسمع بودنك وتشوف بعينك. اي مواطن كان المواطنين الحمد لله كلهم الان كيشوفوني انا كيقول لي الله يرحم الحاج. يعني خلى واحد الصدى طيب في السياسه ديالو حتى من الناس السياسيين الان كنتلاقى معاهم انا في اجتماعات او هذا كي ديما كيقول لي الحاج الله يرحمه كان رجل مواقف رجل ديال اللي ما عندوش عنده موقف. نهضروا دابا الحاج نودير الاب شحال نتوما كنتوا في الاسره تقريبا؟ الاسره ديال الابناء ديالو حنا سبعه افراد زوج الاخوات وخمس وانت شنو؟ انا الثاني والعائله يعني دابا الان انا اللي خديت المشعل وليت انا كيقول لي انت الاب ديالنا. نجم الشباب او ملعب نجم الشباب تجاور الملعب تاع الرجاء والوداد ولكن هذه الفرق الرجاء والوداد عرفوا واحد التطور اللي هو كبير ولا الاسم ديالو معروف عربيا افريقيا وعالميا. نجم الشباب بقى في بلاصتو علاش ما قدرش يتطور؟ هذا سؤال كنشكرك عليه السي بوستا. نجم الشباب الحال لحد الساعه حنا غاديين مواكبينها شادين المشعل ديالها. يعني ماشي عن نجم الشباب في الدار البيضاء يعني كاينين فرق اللي كيعانيو في الدار البيضاء معاناة ما غاديش نجيك. هي اولا المعاناة هي الماديات. يعني حنا كفريق الحمد لله كندبروا نجم الشباب بالموارد الخاصة ديالنا. يعني ما عندناش اي منحة من اي جهة
ما أتحدى منحة الوحيدة هي ديال الجامعة. وكنشكر من هذا المنبر كنشكر رئيس الجامعة سي فوزي القجع اللي أعطى يد المساعدة نجيب شباب اللي الملعب هذا الملعب الكبير اللي كنت باراو به يعني هو اللي وقف عليه وقادوا لينا وصوبوا لينا. كنت وحنا ديما كنتمناو وكنت خوال يعني الامور كيفاش نجيب الشباب لحد الان. حنا صوبنا البنيه التحتيه ديالنا قديناها الحمد لله. ملي غادي يجي الصعود غادي يجي الصعود. حنا غاديين مواكبين في البطوله وغاديين كندبروها. وغادي نقول لك الاخ واستعدنا ناس اللي في الخفاء كيجيو يعاونوا نجيب الشباب. وكيفاش تدبروا الامور ديالكم الماليه؟ الامور الماليه عندنا ناس ديالنا منخرطين ديالنا. عندنا ناس اللي في الخفاء يعني غادي نشكرهم يعني. كاين الناس اللي كيعاونونا ولو معنويا مثل عبد الحاج عبد الله الطاطبي مثل عبد الله النجدي مثل ابراهيم بن الختميري سي الرئيس السابق سي بن منصور سعيد يعني. وكاينين كثير سيسمحوا لي الا ما ذكرتش الاسماء ديالهم. وكاينين الناس اللي منخرطين ديالنا اللي كيعاونونا وكيقادوا يعني في التدبير ديالنا. حنا غاديين بالموارد القاره ديال نجب الشباب ولو يعني في كل سنه عندنا عزمالي يعني عزمالي كل سنه عندنا عزمالي يعني العز يعني ما غاديش تقول القدر ديالو يعني كل سنه عندنا عزمالي. فريق نجم الشباب عرف هذا الموسم واحد الحدث اللي هو مأساوي وفاة واحد اللاعب في مباراة كرة القدم. كيفاش عشتوا هذا الحدث هذا؟ هذاك الحدث يعني عشناه يعني كل المغاربة عاشوا معنا هذاك الحدث يعني فعل الله ما شاء ما يعني هذا قدر ديال الله يعني اللاعب مشى في صحة جيدة يعني ودخل المباراة ولعب مباراة قد ربما 10 دقائق او مع ما تبعت مزيان شحال بقات يعني فعل الله ما الحمد لله. هذاك اللاعب وكان مواكب الاب ديالو يعني ملي كيجي للتدريب وبان معاه وهذا ويعني في القراءه ديالو وهذاك النهار من حسن الحظ حضر ليه في الوفاه ديالو يعني هذاك وفاه مفاجئه. وكنشكر جميع المغاربة والجامعه اللي وقفات بجنبنا في هذاك هذا السي فوزي القجاع ولا السي جمال السنوسي رئيس الهوات يعني كنشكرهم. تكون جميع الصحافه كلها من كتا انفاس كانوا معنا مواكبيننا وكانوا حاضرين في هذاك الحدث يعني كنشكر الجميع. ولكن ان لله ولي راجع الحدث عاد واحد النقاش حول الجانب الصحي في الفرق الوطنيه. ماشي الامر ما يتعلق غير بالنجم الشباب ولكن حتى الفرق اللي كبار. اشنو رايك؟ شوف اخ بوستا بالنسبه للاعبين الصحه ديالهم والمسائل ديالهم الصحيه حنا عندنا الحمد لله عندنا الدكتور سي محمد عتيق اللي كان يعني كان طبيب ديال هذاك فريق الرجاء هو دابا اللي عندنا حالي هذا يعني جميع اللاعبين عندنا اليوم يعني كلهم في صحه جيده يعني اللي بغيت نقول هذاك اليوم ديال هذيك المباراه كانوا كلهم دازوا عند طبيب وكيدوزوا عند سميتو يعني. شوف نقول لك الموت كتجي مفاجاه اللي صحيح ولا اللي مريض يعني. احنا لو كنا عارفين هذا اللاعب ماري ما نلعبوش. احنا ما خصناش نلعبو حيت غنضيعو في لاعب لعب لا لعبتيه مريض راه بحال كتضيع بلاصه يعني ما يمكنش. جميع اللاعبين كانوا كيقولوا بالصحه وكندوزوا لهم كلهم يعني كيجي الطبيب ما كيمشيو للمباراه حتى كيشوفهم الطبيب. وغنقول لك ها انت كتشي راك شتي بالخوجه شتي وجا في فرق عالميه كيوقع لهم هذا موت كيمني كتجي مفاجاه. هذا شوف عبره من الله سبحانه كيعطيك عبره ديال الموت كيقول لك راه الموت راه كاينه قريبه وكيموت فيها الصحيح ويموت فيها اللي ضعيف وهذا هذا هو اللي بغيت نقول لك.
بما انك يعني رئيس نجم الشباب، واش تقدر تعطي واحد شي وعد للعشاق ديال الفريق هذا حول السنه تاع الصعود؟ شوف هذا سؤال، حنا في كل سنه كنطمحوا وكنقولوا خصنا نطلعوا، حنا مهما كنلعبوا البطوله مهما خصنا نطلعوا كنديروا المجهود ديالنا. انا نعطيك على سبيل المثال، حنا هاد السنه كنا لاعبين، حيت شنو المشكل اللي كيوقع علينا؟ المشكل هو ديال اللاعبين. لاعب كدير معاه عقده عقود، يعني كاين لاعب اللي كيدير معاك 3 سنوات، كاين لاعب اللي كاين معاك سنه، وملي اللاعب اللي كيمشي سنه خاصك تعوض هذاك اللاعب. هذا هو اللي كيوقع لينا هاد السنه. حنا وقع لينا واحد الاشكال، يعني جميع درنا يعني 100% ديال لو شونجمون كلهم لاعبين بدون استثناء، جميع اللاعبين اللي كانوا معنا ديك السنه الفارطه هاد السنه كلهم هادو لاعبين جدد. وبدينا في البطوله بدينا مع متعطرين، يعني بقينا غاديين بفضل ديال الاخوان ديالنا ديال الطاقم التقني وديال الاخوان. نذكر على سبيل المثال يعني حكيم مصطفى شيبا اللي هو المدير التقني ديال الفريق، كاين سي اسماعيل خربوج هو اللي يعني المساعد، وكاين السي المدير الاداري السي سعد الرجراجي، وكاين المدرب شنان عبد القادر، كاين ياسين، وكاين كرار محمد، كاين باكا مصطفى، يعني جميع الاخوان ديال نجم الشباب مواكبين نجم الشباب، وبقاو غاديين صامدين باش تصور ولينا في الاخير كنلعبوا على الترتيب. يعني كنا في الرتبه الاخيره، في الاخير ملي كنلعبوا على الترتيب الحمد لله كنا في الاول كنا عندنا 4 نقاط ولا 5، الحمد لله سالينا البطوله، سالينا ب 46 نقطه، يعني فصل في المرتبه السادسه. سي عبد الحق ندير شكرا جزيلا لمتتبعي قناة ألفا سبريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة أو في لقاء خاص جديد إن شاء الله.